بديعة متألقة مسابقة مميزة جوائز متلألئة عيادة صغيرة نصائح متجددة فهيا هيا أحبتي لنبدأ الحكاية مشوارنا أصنافها ملونة رسائل قصيرة في القلب أنتم هاهنا في عالم المستكشف الصغير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام لكل صديق يتابع برنامجنا اليوم ويخص وقتا من يومه ليكون معنا متصلا أو مشاركا أو مشاهدا طبعا. طبعا أصدقائي نحن نستمتع جدا بتواجدكم معنا سواء على الهاتف أو حتى بصوركم على الفيسبوك أو حتى بمشاهدتكم لنا، وبالتأكيد أيضا تستمتعون أنتم أيضا مع برنامجنا ومع السندباد الرائع الشهير سندباد. هل وصلت؟ الأصدقاء بانتظارك. ها عدد فردي مكون من منازل أحادية. سندباد ماذا؟ ساوي مئة وعشراته أقل من سندباد. ما هو يا سندباد يبدو أنك هل تحل مسألة الرياضية على الهواء؟ انتظري يا ميس قليلا، انتظري أنا قدم أنا قليلا أنتظر. فقط حسنا أنا أنتظر أصدقائي لنرى مسألة رياضية على الهواء كيف ذلك؟ سندباد أنا هنا لقد نزلت أنا هنا يا ميس، كيف حالك؟ أنا بخير صديقي سندباد، ماذا كنت تفعل؟ كأنك كنت مشغول بحل مسألة رياضية. ميس عندي مشكلة وأريد مساعدتك. أحضرت حقيبتي معي وواجباتي لأحاول حلها خلال الفواصل، فأنا غرق بالواجبات يا ميس غرق. إذا أنت غرق بالواجبات المدرسية. وأخبرتني صديقي أنه كم واجبا عليك لكم يوم؟ لثلاثة أيام يا ميس، ثلاثة أيام، الخميس والأحد أنكم واليوم. عرفتم السبب. إذا يا صديقي يا سندباد، يعني أنا لا أتوقع بأنك سوف تلحق، يعني سأحاول أن أساعدك أنا والأصدقاء، ولكن بصراحة هذا خطأك سندباد. ماذا؟ نعم خطأي أنا خطأي؟ ماذا أفعل؟ كانت كثيرة ولثلاث أيام. هل ترين أمامك سندباد أم سوبرمان؟ هيا أخبريني. يا سندباد حسناً سنرى ذلك وسنعرف أكثر عن ما هي واجباتك ونرى كيف يمكن أن نحل المشكلة، أنا أم الأصدقاء أم أنت ستحل الواجبات. سنناقش ذلك خلال الحلقة يا صديقي يا سندباد. ولكن يعني الغريب أنك أحضرت واجباتك هنا، يعني كيف ستحلها هنا سندباد؟ في الفواصل يا ميس، في كل فاصل أقوم بحل واجب من الواجبات، وستساعدينني أنت والأصدقاء وفستق وعبود والمخرج والطاقم كامل. الطاقم كامل. حسنا أتمنى يا سندباد أن تستطيع إنجاز بعض الواجبات في الفاصل، يعني في الفاصل لن تلحق. حسنا يا صديقي. حسنا يا سندباد، لا بأس بذلك. إذا هو فستق، هل ستساعد سندباد؟ ساعدني أرجوك يا فستق، عندي واجبات كثيرة، ساعدني. سأعطيك النسخ لأن النسخ سهل ولا يحتاج للتفكير، ما رأيك يا ميس؟ سندباد يجب أن تحل واجباتك بنفسك. نعم، حتى تستطيع أن تتفوق في المدرسة وأن تطور نفسك. ولكن أخبرتي يعني ماذا كنت تفعل خلال الأيام الماضية؟ ميس يعني أنا كنت أقوم بالأكل واللعب مع الأصدقاء ورأيت أمي لأنني اشتقت لها كثيرا بعد رحلة الاستكشافية. نعم. ولم أستطع حل واجباتي. حسنا
سندباد، سوف نعود لمشكلة حل الواجبات، ولكن دعونا نذكر أصدقائنا برقم هاتف البرنامج أصدقائي وهو 0900-404-003. هذا هو الرقم أصدقائي، وطبعا يمكنكم الاتصال في أي وقت، ونحن سوف نعاود الاتصال بكم بالتأكيد خلال وقت البرنامج. ما عليكم إلا أن تركزوا بالفقرة جيدا، والأسئلة تكون على نفس الفقرة، لهذا أصدقائي حاولوا أن تركزوا بالفقرات. وطبعا لن ننسى أنه إذا كان لديكم مواهب متميزة وعديدة ومبدعة، لابد أن تبعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة المستكشف الصغير، ستجدون نموذجا. ما عليكم إلا تعبئته وإرساله على إيميل البرنامج الموجود على صفحة المستكشف الصغير على الفيسبوك. وأيضا يا سندباد، ماذا لدينا؟ لدينا الصور يا ميس. نعم. على الفيسبوك. نعم. أصدقائي ابعثوا بصوركم على الفيسبوك حتى نقوم بعرضها خلال الحلقة، فهذه فقرة المفضلة المفضلة. نعم بالتأكيد، إذا ما عليكم إلا أن ترسلوا صوركم على فقرتنا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة المستكشف الصغير. وطبعا أصدقائي كل آرائكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم أيضا يمكنكم أن ترسلوها، وربما الحلول لمشكلة سندباد، يعني بأنه راكم عليه الواجبات المدرسية ويريد الآن حلها كلها لأن تسليمها غدا في يوم واحد. كيف بصراحة يعني لا أعرف، وكيف سوف نساعده؟ ربما الحل عندكم. يا ويلي واجبات كثيرة، حسنا سندباد، سنذهب في فاصل. هيا استعد لحل واجب. سنذهب في فاصل ونعود. فاصل ونواصل. نعم. مرحبا أصدقائي، أنا ميس. وأنا سندباد. وهذا فستق. أهلا أهلا فستق. مستمرين أصدقائي معكم بحلقات جديدة وفقرات متنوعة مسلية وممتعة ومواقف مضحكة ونصائح مميزة ومواهب عديدة بإبداع فريدة وبيئة جميلة بأيدينا نظيفة صحة وفائدة بالخضار والفاكهة أسئلة سريعة وجوائز كثيرة. أصدقائي نلقاكم 3 أيام أسبوعيا، السبت والاثنين والأربعاء. انتظرونا. يا سلام. هيا كل يوم نحن في موعدنا. سندباد، يعني مرة أخرى سأسألك هذا السؤال لأنني حتى الآن يعني لم أجد تفسيرا واضحا له. السؤال المهم يقول: لما كل هذه الواجبات من يوم الخميس؟ وأين كنت الجمعة والسبت والأحد؟ سندباد، أنت كنت في رحلة استكشافية يعني حسب ما أذكر، ليس كذلك؟ يعني أنك استمتعت ويجب أن تعود بكل نشاط وحيوية للدراسة والمدرسة، ليس كذلك صديقي؟ إذن ماذا فعلت؟ يعني يا ميس، يعني نعم الموضوع كان هو أنني أسمع. لم أجد الوقت للدراسة أبداً. يعني كيف؟ لماذا لم تجد الوقت؟ جمعة، سبت، أحد. كنت مشتاقاً للعب مع أصدقائي والنوم والأكل ورؤية كل ما أعرف. انتهى الوقت دون أن أشعر، وجاء الوقت المنتظر لتسليم الواجبات يا ميس. حسناً ربما فستق، هل حللت واجباتك؟ إلى اللقاء فستق، أرجوك ساعدني بالنسخ أرجوك. لا أعتقد أن فستق سوف يساعدك. حسناً إذن فهمت الآن كل أسبابك، ولكن أسبابك غير واضحة وغير مقنعة وتدل على يعني نوع من الإهمال صديقي، أعذرني. ويعني لو أنك قليلاً قسمت وقتك لاستطعت أن تحل الواجبات. لا عليك سندباد، سنجد حلاً للموضوع كما أننا نجد دائماً حلاً لعبود. فلنتابع عبود الآن ولنرى أصدقائي ما هو خطأ عبود اليوم أو ماذا فعل بعد الفاصل. فلنبدأ الآن. نعم.
اخرج يا عبود يا عبود، انا في مشكله مثلك يا عبود، انقلب سندباد لعبود. حسنا حسنا سندباد، حسنا سنرى عبود الان، فلنتابع عبود. عبود اتمنى ان تكون لديك يعني حل لمشكله سندباد، فلنتابعك الان. يا حبيبي مشكلتك أكبر من مشكلتي، سيارة والدك يا عبود، عبود والسيارة يقود بمهارة ويخبط السيارة بالعمارة. سندباد لا تدعني أذكرك بمشكلتك أنت يا صديقي، أيضا الكل يخطأ ويعاقب على أخطائه. تذكرينني بمشكلتي؟ نعم الكل يخطأ ويعاقب على أخطائه، وركز على يعاقب على أخطائه. كنت أمزح وأغير جو الحزن الذي كنت فيه قبل قليل يا ماي. حسنا، إذا لا تنسى أنك يعني أرجو أن لا تكون قد نسيت أنك عليك أن تسلم بواجباتك غدا، اتفقنا؟ لا أنا لم أنسى، لكنك وعدتني بحلها وبأن الأصدقاء سيساعدونني أيضا. حسنا، إذا ما رأيك أن نأخذ الأصدقاء ونرى ما رأي الأصدقاء وكيف سوف يساعدونك بالحل؟ اتفقنا؟ إذن هيا خذي الاتصالات. نعم. هيا إذن مرحبا يا من معي؟ سليمان، كيف حالك يا سليمان؟ وكم عمرك صديقي؟ أهلا وسهلا بك يا سليمان. إذن يا صديقي يا سليمان، سأطلب منك في البداية أن ترفع صوتك قليلا وأنت تتحدث معي حتى أسمعك بشكل أوضح، ثم بعد ذلك سأسألك ما رأيك بتصرف عبود؟ ما به تصرف عبود؟ نعم، وما هو التصرف الخاطئ الذي قام به صديقي؟ أنه؟ سليمان؟ أنه ماذا؟ حسنا، يبدو أن صوتك غير واضح يا صديقي، ربما سندباد يعرف ما هو التصرف الخاطئ الذي تصرفه صديقنا عبود. يعني إنه
أنه رقم صحيح يا سندباد أم أنه ليس صحيحا؟ ماذا أفعل؟ يعني أحد أم عشرات أم مئات؟ يعني ماذا سندباد؟ يعني أين أنت وأين أنا؟ سندباد سألتك ما هو التصرف الخاطئ الذي فعله عبود، لم أسألك عن حل مسألة الرياضية. عبود ومشاكله، دعيني أحل مشكلتي أولا يا ميس. أنا سندباد صديقك العزيز، هيا أرجوك ساعديني. ربما عبود سيساعدك الآن. سنأخذ اتصالا آخر ونتمنى يا سليمان أن تحاول الاتصال بنا مرة أخرى. ومرحبا يا من معي. أصيل، كيف حالك يا أصيل؟ وكم عمرك صديقي؟ 5 سنين. أهلا وسهلا بك يا صديقي. إذا يا أصيل، أخبرني الآن ما هو التصرف الخاطئ الذي ارتكبه عبود؟ ما هو التصرف الخاطئ الذي ارتكبه عبود يا أصيل؟ بأنه أصيل، أين أنت؟ ألا. إذا يا أصيل يا صديقي، نحن نسمعك وأخبرني الآن، يعني هل شاهدت عبود؟ تصرف خطأ. يعني ماذا فعل؟ حسناً، أصيل سأطلب منك أن تخفض صوت التلفاز وتسمعني فقط من الهاتف لو سمحت. نعم. إذن ما هو التصرف الخاطئ الذي قام به عبود؟ هيا حتى تحصل على جائزة. أصيل، نسيت. أنه ماذا فعل؟ أنت أحكي. حسناً، سأخبرك الآن. إذن عبود، تخيل ماذا فعل. أخذ مفاتيح السيارة وقام بقيادة السيارة، وهو طبعاً ليس معه رخصة ولا زال تحت السن القانوني لقيادة السيارة وغير مؤهل، يعني لا يعرف أن يقود السيارة، وحاول أن يقودها فتسبب له ذلك باصطدام. ما رأيك صديقي؟ هل تأخذ مفتاح السيارة؟ تصرف خطأ. أحسنت. ميس، أنا أحب قيادة البساط والسيارة. نعم بالتأكيد تحب قيادة السيارة، بالتأكيد الكثير منا يحاول أن يقود السيارة، ولكن يا صديقي يا أصيل، هل يجوز أن نقود السيارة ونحن صغارا، يعني ونحن في هذا العمر؟ لا. أحسنت. هل تعرف يعني أحدا يفعل ذلك أصيل؟ أحسنت، عندما تكبر. أحسنت يا صديقي. طيب ماذا تنصح الأصدقاء الذين يقودون السيارة وهم في عمر صغير؟ ما يشغلوا السيارة. أحسنت يا صديقي. إذا لا يجوز علينا أن نعبث بالسيارة أو الأدوات الموجودة بالسيارة، وأن لا نحاول لتحريك الأشياء من مكانها حتى لا نتعرض للأذى. وبهذا يا أصيل تحصل على تحية سندبادية من السيد سندباد المشغول بحل الواجبات. أصيلي يا أصيل. أيوه نعم. أصيلي يا أصيل، يا سلام. أصيلي يا أصيل. الله أحسن. الله الله. إذن يا سلام عليك يا صديقي، أنت رائع. إذن يا أصيل، شكرا لك يا صديقي وشكرا على هذه الإجابة، وسوف تحصل معنا على هدية وهي قسيمة بقيمة 10 دنانير من e-learning center، وأيضا سوف يقدمون لك هدية بالإضافة إلى قسيمة الشراء من e-learning center الموجود في سيتي مول الطابق الثالث. نتمنى أن تعجبك الهدية يا صديقي. يا سلام. نعم، واتصال آخر. ومرحبا يا من معي الآن. كيف حالك يا عبد الله؟ عبد الله كيف حالك؟ الحمد لله. وكم عمرك يا صديقي؟ الحمد لله. نحن نسمعك صديقي، اسمعني فقط من الهاتف. سنوات. اسمعني فقط من الهاتف سنوات. وضع التلفاز على كاتم الصوت لو سمحت. أنا أنتظر، عندما تضع التلفاز على كاتم الصوت سوف أكمل حديثي. إذن هل تسمعني الآن جيداً؟ عبد الله؟ نعم. أحسنت. إذن يا عبد الله أخبرني، هل شاهدت عبود؟ نعم. ماذا فعل عبود؟ ما هو الخطأ؟
ركب بسيارة أبيه وخبط بالعمارة. نعم نعم، أحسنت صديقي أحسنت. وما رأيك بهذا التصرف يا عبد الله؟ خاطئ. نعم خاطئ، لماذا يعني هو تصرف خاطئ؟ لماذا لا يجب أن نفعل ذلك؟ لأنه لساته صغير، ما بصير يركب سيارة أبوه. نعم، وهو لا يعرف كيف يقود السيارة. أخبرني، هل تعرف أنت كيف نقود السيارة عبد الله؟ لا تعرف. نعم، وهل تحاول أن يعني تجرب أن تتعلم قيادتها؟ نعم. أها، ومن يساعدك؟ أبي. أها حسناً، ولكن طبعاً بالتأكيد أنت لن تأخذ المفاتيح وتذهب لوحدك وتحاول أن تقودها، أليس كذلك؟ نعم. ولكن بالتأكيد بعد أن تحصل على رخصة قانونية بعد عمر 18 تستطيع أن تفعل ذلك. أحسنت يا صديقي، أحسنت يا عبد الله، ولك في البداية تحية سندبادية من سندباد. وعبودي يا عبود، أيوه عبودي يا عبود، يا سلام عبودي يا عبود، الله الله الله. صديقي أخبرني عبد الله كيف حالك؟ الحمد لله. قل لي، هل تحل واجباتك؟ نعم. ماذا أفعل يا صديقي؟ أرجوك ساعدني، لدي واجبات كثيرة ولدي نسخ في اللغة العربية ولا أجدها يعني حلا، ولا تريد ميس أن تساعدني، ماذا أفعل؟ أرجوك قل يعني لي. يعني يا عبد الله كيف سأساعده بحل واجباته؟ يعني هو يجب أن يحل واجباته بنفسه، كيف ذلك؟ يعني أنت خذي مني الدفتر وقومي بقراءة السؤال وضعي الجواب، إنها سهلة يا ميس. حسناً حسناً، سأحاول جهدي يا صديقي. إذن يا صديقي يا عبد الله، شكراً لك ولاتصالك، وستفوز معنا بقسيمة لعب بقيمة 25 ديناراً مقدمة من جينجوز جانجل. ألف مبروك، طبعاً سيتي مول، جينجوز جانجل سيتي مول، ألف مبروك لك يا صديقي، ونتمنى أن تقضي وقتاً ممتعاً بجينجوز جانجل. إذن يا أصدقائي، اتصال آخر. أها اتصال آخر، مرحبا يا من معي؟ إنه أو إنها؟ إنه محمود، كيف حالك يا محمود؟ الحمد لله. وكم عمرك يا صديقي؟ أها حسنا، الحمد لله. محمود أتعرف يعني أنا أواجه معك مشكلة الآن وأنت الآن يمكنك أن تحلها. عمري المشكلة هي أنك ترفع صوت التلفاز كثيراً وصوتي يصل متأخراً لك، وأنت عليك أن تضع التلفاز على كاتم الصوت وتسمعني من الهاتف. طيب هيني وطيت الصوت. شكراً لك يا صديقي. حسناً يا محمود، إذاً أخبرني ما هو الخطأ الذي ارتكبه عبود؟ شو الغلط اللي عملته؟ يعني ربما كأنه قد حك سندباد، قد غلط سايق السيارة. يا صديقي يعني أنت لم تشاهد عبود، قل لي من يعطيك الإجابات؟ أها حسناً، أنه حاول أن يقود سيارة والده. سرق السيارة. يعني محمود أخبرني الآن، يعني هل تعرف أحداً يفعل ذلك غيرك؟ بعرف. من؟ ها؟ سندباد يفعل ذلك؟ أنا أفعل ذلك ببساطي فقط وليس بالسيارة. هل سمعت سندباد يقول بأن الكثير من الأصدقاء يفعلون ذلك؟ محمود يا أنت يا تفعلها يا. إذن إنهم صغار كيف يسوقون السيارة؟ شو عمل لاحتفال بالسيارة؟ غلط وقالت فيها. نعم أحسنت، إذن فلنحاول قدر الإمكان أن لا نقود السيارة لوحدنا، وسوف تفوز معنا يا محمود بجائزة، وهي عبارة عن جائزة مقدمة من بنك القاهرة عمان، عبارة عن حقيبة مخصصة للرحلات تحتوي على حصالة ومطرة بقيمة 35 دينارا. ألف مبروك لك يا محمود. أما الآن فاصل ونعود لكم، ابقوا معنا. فاصل ونواصل.
إذن بعد أن شاهدنا عبود وأخطائه أصدقائي سوف أنصحكم أنتم وعبود وأنت أيضا سندباد، الكلام موجه لك أيضا. إذن أنصحكم بأن تفكروا بعقولكم أكثر عند فعل أي شيء، فالسيارة صنعت لتنقلنا من مكان لآخر وليست للتسلية والتجارب. ومن الأخطاء الكبيرة التي يقوم أي منكم بأخذ مفاتيح السيارة والده أو والدته أو أحد إخوته الكبار من باب التسلية، لأنها للأسف ستنتهي بكارثة لا سمح الله أو مصيبة، كارثة قد تودي أحياناً بحياة من في الشارع أو بحياتكم لا سمح الله، ومصيبة قد تؤدي لخراب السيارة وإصابتكم بالجروح أو الكسور أيضاً لا سمح الله. لذا إياكم ثم إياكم استعمال السيارة دون بلوغكم السن القانوني وهو 18 عاماً، وحاولوا أن تخضعوا للتدريبات والامتحانات وأن تحصلوا على الرخصة قبل أن تجربوا أي جزء من أجزاء السيارة، لأن عدم فعل ذلك سيعرضكم ويعرض من حولكم للأذى والمشاكل لا سمح الله. أما الآن أصدقائي وبعد هذه الفقرة الممتعة مع عبود، لدينا الآن فقرة بصراحة يعني جدا ممتعة، ومعنا اليوم في الاستوديو صديق موهوب جدا جدا جدا، حصل على جائزة في على المركز الأول في مهرجان فنون الأطفال الإبداعي الأول، وطبعا هذا الصديق هو معي الآن بالاستوديو فليعرف عن نفسه أكثر. مرحبا يا صديقي، فلنتعرف عليك. مرحبا. اسمي عيسى البله، عمري 12 سنة، وأنا في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية وأتعلم الموسيقى في المعهد الوطني للموسيقى. أهلا وسهلا بك يا صديقي. طبعا في البداية بالتأكيد عرفتم أصدقائي بأنه يعني من الآلة التي معه بأنه عازف على الكمان. الكمان، حسنا يا عيسى أخبرني الآن. طبعا في البداية سنسأل سندباد. سندباد يعني يبدو أنك انشغلت كثيرا بحل الواجبات. صديقنا عيسى هنا لقد وصل. أهلا أهلا يا عيسى، سأقدمك لك تحية سندبادية رائعة. عيسى هي عيسى. أيوة شكرا. عيسى هي عيسى هي سلام. عيسى هي عيسى. الله الله الله. عيسى إذا لم تعجبك التحية يعني أجعله يفعلها مرة أخرى. ما رأيك أنا أغنيها وأنت تعزفها على الكمان؟ يعني كيف ذلك؟ أخبره أنه يعني يجب أن تتدربوا في البداية. نعم يجب أن نتدرب على الموسيقى ثم نفعل ما تريد. إذن بعدما أحل واجباتي المتراكمة علي وأحل كارثتي ومصيبتي سأقوم بالتدرب معك يا صديقي. حسنا. إذن عيسى يعني هل سمعت مشكلة سندباد؟ سندباد يعني راكم الكثير من الواجبات عليه واليوم عليه حل مجموعة كبيرة من الواجبات، يعني هل تعتقد بأنه سوف يلحق أن يحل كل هذا الكم الهائل من الواجبات؟ لا أعتقد ذلك. هل سمعت؟ هل يعني كيف يمكن أن تساعده؟ يعني هل تعطيه حلا؟ يستطيع أن يذهب ويفعلها الآن. إلى اللقاء سندباد. صديقي ماذا يا مايس؟ أنت لا تريدينني معك، أنا أعلم ذلك. حسنا سندباد، ما رأيك أن تعود لحل واجباتك؟ أنا أريد أن أسأل عيسى سؤالا صغيرا. تفضل. صديقي عيسى قل لي كيف تقوم بالعزف وبحل الواجبات؟ يعني كيف تنظم وقتك؟ أقوم أولا بحل الواجبات ثم عندما أنهيهم أذهب للتمرين على آلتي. هل سمعت؟ هل سمعت؟ إذن نعود لك يا صديقي عيسى لنتحدث أكثر عن موهبتك. إذن صديقي أنت من أي عمر وأنت تعزف الكمان؟ من 6 سنين. وأنت عمرك 6 سنوات، حسنا. ومن علمك في البداية؟ في البداية أنا نشأت في عائلة موسيقية. جميل. أبي وجدي يعزفون الموسيقى، جدي يعزف على آلة الكمان وأبي يعزف على آلة الأورج. جميل. وجدي عمل في الإذاعة والتلفزيون لمدة 35 عام. وهم بدأوا في تعليمي النوتة. وثم انتقلت إلى المعهد الوطني للموسيقى. جميل جدا، قصة جميلة جدا، ولكن أخبرني يعني في البداية عندما كان يعلمك والدك وجدك، ما هو يعني أكثر شيء تتذكره كان يعلمك إياه جدك، يعني خاصة أنه يعزف الكمان مثلك؟ علمني أولا النوتة وكيف أحمل الآلة. جميل. وبدأ يساعدني في أشياء كثيرة. جميل جدا. حسنا سنواصل الحديث معك عن موهبتك أكثر، ولكن ما رأيك أن تعزف لنا شيئا؟ بالتأكيد جميع الأصدقاء سندباد تستطيع أن تتوقف عن حل الواجبات الآن. عيسى سوف يعزف شيئا جميلا. فلتبدأ.
أحسنت وتستحق هذه. هذا رائع يا صديقي، إنك نعم. مبدع وموهوب ورائع. نعم بالتأكيد، وتستحق هذه الجائزة بجدارة. إذن مرة أخرى أنت فزت في مهرجان فنون الأطفال الإبداعي الأول. أخبرني ما هي المقطوعة التي عزفتها في المهرجان؟ اسمها فور نيكول. أها حسناً، جميل جداً. أعتقد أختك اسمها نيكول. نعم. الصغرى. نعم. وهل كانت فعلاً لها؟ نعم. الموسيقى جميل جداً، ستسمعنا إياها بعد قليل. نعم. حسناً إذا اتفقنا. إذا صديقي، أما الآن أخبرني، يعني يبدو أن كمان يحتاج إلى تدريب كثيراً ومتواصل، يعني يبدو أنه ليس سهلاً العزف عليه. كم تتدرب أخبرني؟ نصف ساعة 45 دقيقة يومياً. طبعاً يومياً. ولكن بعد حل الواجبات. ولكن أنا لم يأخذ معي تعلم العود والقربة إلا يوم فقط. اسمعي اسمعي يا سلام. أها أها لا 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 لا. رائع جميل، شكرا شكرا سندباد، شكرا شكرا. لا 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 الذي تفعله. هيا سندباد. أها تذكر سندباد بأن الموهبة التي معنا اليوم هي عيسى وليست أنت، اتفقنا؟ ولكنني أنا موهوب مثل عيسى. حسناً، المهم أن تحل واجباتك بالأول. إذن يا صديقي يا عيسى، أخبرتني بأنك تتدرب كل يوم نصف ساعة أو 45 دقيقة، ولكن هل كان صعباً البداية العزف يعني؟ نعم إنها صعبة، ولكن مع التمرين والممارسة ستصبح سهلة. أنت تحس الآن بأن التدريب أسهل بكثير من في البداية. نعم. هل يعني التدريب يكون أحياناً مملاً؟ يعني صعباً؟ لا. لا دائماً ممتع. حسناً صديقي، بما أنك تستمتع إذن بالموسيقى، ما هي الموسيقى المفضلة لديك؟ هل تحب أن تعزف الغربية أم الشرقية؟ ماذا تفضل؟ أنا أفضل الشرقية. السؤال موجه لعيسى لو سمحت. أنا أحب الغربية والشرقية، ولكن إننا نحن شرقيون فأنا أعزف الشرقية. لذلك أنا أحب الشرقية، الموسيقى الشرقية. جميل حسناً. أنا أحب الشرقية والغربية وكل المعزوفات والشمالية والجنوبية. شكراً شكراً على هذه المعلومات. شكراً شكراً. حسناً إذن صديقي عيسى، أخبرتني بأنك تحب الشرقية أكثر، تفضلها أكثر. طبعاً بالتأكيد جدك ووالدك يساعدونك بالموسيقى الشرقية. نعم. حسناً، ولمن تحب أن تسمع إذن؟ للسندباد بالطبع، إنه يحب أن يسمع لي. لا حول ولا قوة إلا بالله. سندباد، المقابلة لعيسى وليست لك. ولكن أنا موهوب مثل عيسى. حسناً سوف نقابلك في حلقة أخرى، ولكن الآن عيسى معنا على الهواء. إذن صديقي أخبرني. للغربية أحب أن أسمع للموسيقار الكبير، الموسيقار بيتهوفن وموزارت. جميل جدا. والشرقية أحب أن أسمع أغاني للفنان عبد الحليم والفنانة فيروز. جميل لعبد الحليم. طبعا فيروز واضح، لأن طبعا لأنك عزفت في البداية مقدمة. نعم. جميلة جدا وكبيرة لفيروز. تستطيع أن تضع الكمان هكذا قليلا حتى يظهر وجهك على. حسنا، هل تريد أن تسمعنا فور نيكول؟ حسنا إذا فلنستمع أصدقائي. شكرا لك يا عيسى. عيسى أخبرني، من أصدقائك يحب أن يستمع لعزفك؟ صديقي زيد. مرحبا يا صديق عيسى زيد، بالتأكيد هو يشاهدك الآن ويستمع. نعم. لعزفك. أريد أن أقدم له تحية سندبادية. تفضل، تحية سندبادية لزيد. زيد يا زيد، أيوة زيد يا زيد، يا سلام زيد يا زيد. الله الله الله.
جميل جدا. وايضا من يحب ان يستمع لعزفك من العائله، من الاقارب؟ جميع عائلتي. الجميع. حسنا، وهل تعزف امامهم دائما عندما ياتون لزيارتكم؟ نعم. جميل. واخبرني، هل شاركت في احتفالات؟ ما هي النشاطات التي تقوم بها؟ نعم، شاركت في مهرجان فنون الاطفال الابداعي الاول. طبعا اكيد. فقط وحصلت على المركز الاول. جميل. وشارك في احتفالات المدرسه. جميل. وشارك في المعهد مع الاوركسترا ومع استاذي. رائع، يشارك مع الاوركسترا، هذا شيء جميل. هل يعني العزف مع الاوركسترا يختلف عن العزف لوحدك؟ نعم يختلف. وما الاختلاف فيه؟ هناك آلات كثيرة في الأوركسترا. مثل ماذا؟ مثل الكمان. والتشيلو. والجيتار. وفي آلات النفخ. الفلوت والترومبت. أحسنت. وأنت طبعا تعزف آلات كمان. نعم. ولكن يعني ليس صعبا أن تركز مع ما يعزفه الآخرون وما تعزف أنت؟ لا، لأن كل آلة لديها مقطع لتعزف النوتة الخاصة بها. نعم. جميل. أصلا إنه سهل جدا يا مي، سهل جدا جدا، وأستطيع أن أقود أنا الآلات جميعها وأكون الأوركسترا. حسنا حسنا، سنرى ذلك يا صديقي. يعني لابد أن تبعث لنا فيديو، يعني تصور لنا هذه الأشياء. يعني أنا لم أصور فيديو، لم أصور يا مي. جرب. حسنا، أنا أريد أن أسأل عيسى سؤالا. تفضل. صديقي، بعيدا عن العزف والآلات والموسيقى، ما هي هواياتك الأخرى؟ هوايتي هي كرة القدم. جميل. كرة القدم. يا سلام، أريدك أن تشترك معي في فريق الرائع. حسنا. وقل لي يا صديقي، كيف تقوم بتوزيع وقتك؟ يعني ماذا تفعل بعد الذهاب إلى المدرسة، بعد الانتهاء من المدرسة؟ بعد الانتهاء أذهب إلى البيت. أكل غذائي. وأدرس دروسي، وثم أتدرب وألعب مع أخي. يعني هل أنت متفوق في المدرسة مثلي؟ نعم. يعني أنت الأول أم الثاني أم يعني ماذا؟ أنا الرابع. وأنا الأول على نعم، الصف وعلى المدرسة وعلى بلاد السندي جميعها. سندباد، كيف تكون الأول وأنت يعني تراكم الواجبات عليك؟ يعني قلت لك أنني التهيت بالأكل واللعب. حسناً حسناً. والجلوس مع أصدقائي. سندباد، حسناً حسناً، سأعود لصديقي عيسى. إذاً أخبرتني بأنك تحب كرة القدم. نعم. وما هو الفريق الذي تشجعه؟ إيطاليا. إيطاليا، نعم، فريق إيطاليا، حسناً. ولكن يعني نتمنى له حظا اوفر في المرات القادمه يا صديقي. من هو لاعبك المفضل؟ كريستيانو رونالدو. اذا انت تشجع ريال مدريد. هو رائع جدا. انه يقود الملاعب، انه الهداف الاول. يا سلام، جول. هدئ يا سندباد قليلا. هدئ، السؤال كان لعيسى. انت من تشجع سندباد بالمناسبه؟ أنا أشجع البرازيل، ولكنها عندما خسرت شجعت ألمانيا معك كي أساندك يا مي. حسناً حسناً صديقي. إذا يا عيسى، وهل تلعب أنت كرة القدم؟ نعم، في المدرسة. مع من تلعب؟ في المدرسة، جميل. وما هو موقعك في كرة القدم؟ الهجوم. الهجوم، نعم، أحسنت. وبالتأكيد تسجل الأجوال. نعم. أحسنت. إذا ما رأيك الآن أن تسمعنا معزوفة جميلة أيضاً؟
أحسنت يا صديقي، أحسنت أحسنت يا صديقي. أخبرني الآن آخر سؤال، يعني ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ أريد أن أصبح طيار. طياراً جميل، ولماذا طيار؟ لأنني أريد أن أستكشف الدول. أها. وأريد الذهاب إلى دول أحبها. أها، مثل ماذا؟ غير إيطاليا يعني؟ مثل إسبانيا، البرازيل، وإلى أيضاً بلاد السند، صحيح ذلك يا عيسى؟ حيث ستلاقي كل عائلة سندباد. أها، بالتأكيد، وسوف يفرحون بعزفك لهم. حسنا حسنا، إذا يا عيسى شكرا لك يا صديقي وعلى وجودك معنا اليوم. سنعطيك هدية بسيطة، هي عبارة عن قسيمة لعب بقيمة 25 دينارا مقدمة من جينجوز جانجيز في سيتي مول الطابق الثالث. نرجو أن تستمتع بوقتك وتعزف الكثير من الألحان هناك بالتأكيد. وطبعا شكرا لك، ونتمنى أن تصبح عازفا كبيرا أيضا ونستمع لك عندما تكبر. شكرا عيسى على وجودك معنا، وأنتم أصدقائي ابقوا معنا، ما زال لدينا الكثير. فاصل ونواصل. فاصل ونواصل. مرحبا أصدقائي، أنا ميس. وأنا السندباد. وهذا فستق. أهلا أهلا فستق. مستمرين أصدقائي معكم بحلقات جديدة وفقرات متنوعة مسلية وممتعة ومواقف مضحكة ونصائح مميزة ومواهب عديدة بإبداع فريدة وبيئة جميلة بأيدينا نظيفة صحة وفائدة بالخضار والفاكهة أسئلة سريعة وجوائز كثيرة. أصدقائي نلقاكم ثلاثة أيام أسبوعياً، السبت والاثنين والأربعاء. انتظرونا. يا سلام. هيا 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 هيا، كل يوم نحن في موعدنا. فعلا استمتعنا جدا بعزفك يا صديقي يا عيسى، ونتمنى طبعا أن نسمع المزيد. يعني إذا استطعت أن تنزل على صفحتنا الخاصة في المستكشف الصغير أن تنزل الكثير من الفيديو لك وأنت تعزف، بالتأكيد سوف نكون سعداء جدا بمشاهدتك والاستماع لك. أما الآن سندباد، ماذا لدينا؟ لدينا فقرة، إنها فقرة الفواكه أتوقع والخضار، صحيح؟ نعم، وماذا سوف تغني؟ هل ستغني للدولاب؟ دولاب لاب 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 يا دولاب، دور 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 يا دولاب لاب لاب لاب. جميل، جميل. إذن ها هو الدولاب، ما هو اللون؟ أنا أختار اللون الأخضر. أنا البرتقالي. أنا الأخضر. أها، دائما بالألياف تحكي. أنا محمل. أجعل معدتكم أفضل. جميل، حسنا، إذن ماذا تقول؟ ما هي فواكه أخضر؟ يا أخضر يا أخضر، أنا أقول إنه الخيار أم الفلفل أم ماذا، لا أدري. الفلفل الفلفل. الفلفل الفلفل. حسناً، سنرى الآن. السلام عليكم يا كل الأصدقاء، أنا الفلفل الأخضر، جميل المنظر، أنيق المظهر. استدعاني اليوم الدولاب لأتكلم عن فوائدي، فأنا عرفت أن أغلبكم يحبني ويحب أكلي، لذا قررت أن آتي وأخبركم عن نفسي. مني أربعة ألوان، لكن اللون المشهور لي الأخضر، فمني الأحمر والأصفر والبرتقالي، لكنني الأخضر الأساسي. ومن فوائدي أنني مفيد للمعدة والأمعاء، أنا مضاد للبكتيريا ومضاد لمرض السرطان، وكذلك أسكن الآلام، أحارب أمراض المعدة أو الالتهابات القاتلة، وكذلك مفيد للدم وأمده بالحديد اللازم. نسيت أن أخبركم أنني أساعد على إنتاج الكولاجين الذي يساعد على جمال البشرة. كان معكم الفلفل الأخضر صاحب الطعم الفنان. فلفلية فلفلية فلفل حلو أنت يا فلفل، مع الجبن أنت يا فلفل، يا سلام عليك يا فلفل، يا سلام عليك، مع البيتزا أنت يا فلفل، أنا جعت يا فلفل. حسنا حسنا، أيها جوعان. أما الآن سنأخذ أول اتصال معنا لهذه الفقرة، ومرحبا يا من معي، كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله. وكم عمرك يا صديقي؟
3 سنوات. أهلا وسهلا بك يا صديقي. صديقي أخبرني، هل تحب الفلفل الأخضر؟ نعم. حسنا، وهل تأكله كثيرا؟ نعم. كيف تأكله؟ مع ماذا؟ مع ماذا تأكله؟ أنا متأكدة بأنك تأكله مع شيء تحبه كثيرا كثيرا كثيرا، وهو مع الخيار. مع الخيار، حسنا، وهو البيتزا. هل تأكل البيتزا؟ لها قطعة من البيتزا وعليها الجبن السائح وتكون سخنة. يا سلام. حسنا حسنا يا صديقي يا محمد، أخبرني، هل تستطيع أن تخبرني بفائدة واحدة للفلفل الأخضر؟ قوي المعدة. يقوي المعدة، أحسنت يا صديقي، أحسنت. إذن يا صديقي سوف نعطيك جائزة، وهي عبارة عن، في البداية، تحية سندبادية. ماذا تريدين يا ماي؟ تحية سندبادية لصديقنا محمد. إليك؟ لا، لصديقنا محمد. سندباد، ركز قليلا. محمد، سأعطيك تحية رائعة. هيا إذا. محمدي يا محمد، محمدي يا محمد، يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله. شكرا سندباد. إذا يا صديقي يا محمد سوف تحصل على جائزة، وهي عبارة عن مجموعة من الهدايا بقيمة 26 دينارا مقدمة من مكتبة الشالاتي. ألف مبروك لك يا صديقي. طبعا مكتبة الشالاتي موجودة في الجاردنز أو عبدون، تستطيع أن تختار الفرع الذي تريده يا صديقي. وآخر اتصال معنا لهذا اليوم، ومرحبا يا، من معي الآن؟ ماجد، كيف حالك يا ماجد؟ وكم عمرك صديقي؟ أنا اسمي ماجد. لا 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 لا، أنا اسمي. أهلا وسهلا بك يا ماجد. إذا يا ماجد، هل تستطيع أن تعدد لي فوائد الفلفل الأخضر؟ هيا ماجد. أها، وماذا أيضا؟ ماجد ماجد صديقي، أريد أن أسألك سؤالا. ماجد، أريد أن أسألك سؤالا. من الذي يساعدك؟ أرجوك أخبرني. ها، تحية رائعة لأمك. مرحبا مرحبا مرحبا. ولكن يا صديقي أنا أحب أن تجيب أنت وحدك على السؤال. أنا متأكد أنك ستعرف الإجابة الصحيحة. نعم بالتأكيد سيعرفها، فقد تابع الفقرة معنا. بالتأكيد. حسنا يا ماجد، ولكن لا بأس بذلك لهذا اليوم. شكرا على هذه الإجابة، وسوف تفوز معنا بقسيمة بقيمة قسيمة شراء بقيمة 10 دنانير مقدمة من e-learning center، وسوف تحصل معها على جائزة من نفس المحل e-learning center الموجود في الطابق الثالث في سيتي مول يا صديقي. ألف مبروك لك. أما الآن أصدقائي سوف ننتقل مباشرة إلى الفقرة التالية، والفقرة التي تحبونها، ولكن بعد الفاصل. فاصل ونواصل. حسنا حسنا، إذن يا أصدقائي الآن وصلنا إلى فقرة من هنا وهناك. سندباد، ماذا لدينا بهذه الفقرة اليوم؟ أنا أريد أن أقولها أرجوك. تفضل هيا. أين الفيديو؟ أريد أن أرى الصور كي أشرح لكم. ها هو الفيديو. جسمنا في أرقام، في جسمنا 60 مليون خلية، وفي عقلنا 30 مليار خلية عصبية. يا سلام، أرأيت يا مايس؟ أما في معدتنا 35 مليون غدة معقدة التركيب لأجل إفراز والهضم، ونتنفس في اليوم يا ميس 230,000 مرة. ينبض قلبنا 40 مليون نبضة في السنة. عيننا ككاميرا تلتقط حوالي 20 صورة في الثانية الواحدة. وترف عيننا 15,000 مرة يومياً. وإن حاسة الشم في أنف الإنسان المتمرس تستطيع أن تميز مثلاً أكثر من 30,000 نوع من العطور وحدها. تخيلي يا ميس. ويبلغ عدد العظام الرئيسية في جسمنا
206 عظمة، يبلغ عدد أسناننا 32 سناً. سبحان الخالق يا ميس. نعم فعلا سبحان الله، وفعلا يعني هذه الأعداد جميلة جدا، لقد عرفنا الكثير من المعلومات بها. أما الآن يا سندباد وصلنا إلى فقرتك المفضلة، فلتنزلي أيتها الشاشة. أصدقائي سوف نبدأ الآن بعرض الصور التي أرسلتموها على الفيسبوك، وأول صورة معنا يا سندباد هي لصديقتنا. أنا ملاك أحمد عجاج، أنا أحب المستكشف الصغير وخاصة السندباد. وأنا أيضا أحبك كثيرا. صورة أخرى أيضا لملاك أبو زيادة من عمان وعمره 5 سنوات، وتحبكم وتتمنى لنا التوفيق والنجاح، ونحن نحبك جدا يا صديقتي ملاك. مرحبا أصدقائي، نحن عبد الله ومحمد، عمرنا 5 سنوات، نتابعكم دائما ونحبكم كثيرا. أهلا وسهلا، نحبكم. صورة لصديقنا أدهم لبقور، ويحب مشاهدة برنامج المستكشف الصغير كثيرا. شكرا لك يا أدهم. أنا عبد الله لبقور، أحب المستكشف الصغير كثيرا. أهلا يا عبد الله. وهذه صورة لفرح العمرين، وتحب برنامج المستكشف الصغير وميس والسندباد، وعمرها 3 سنوات، وهي دائما تتابع البرنامج. أهلا أهلا يا فرح. أهلا يا رائعة أنت. أنا جمان رياض القشي، أسكن في ألمانيا وعمري 3 أسابيع. تحية لكم ولأهلنا ووطننا. تحية لك يا صديقتي. وصورة لرنيم عبد الرحمن، وهي صديقة للبرنامج وتحبنا كثيرا كثيرا. أهلا وسهلا بك يا رنيم. لا يا ميس، إنها رنيم وحلا وريم. رنيم وحلا وريم ويحبون، نعم نعم، ريم رنيم وحلا وريم ويحبون ميس والسندباد كثيرا. أهلا أهلا يا أصدقائي. إنها رنيم عبد الرحمن، صديقة للبرنامج وتتابعنا دائما، وحلقاتنا تقول أنها جميلة واشتاقت لعودتي، وأنا اشتقت لك كثيرا كثيرا، ولقد عدت وأنا مليء بالواجبات. حسنا حسنا، ستحلها سندباد. هذه صورة حلا محمد أحمد، وعمرها 3 شهور، وتحب البرنامج كثيرا. أهلا يا حلا. أهلا يا صديقتي. إذا شكرا لك أيتها الشاشة. إذا أصدقائي لا تنسوا، إذا أردتم أن تظهر صورتكم على الفيسبوك لابد أن تقوموا بتنزيل صوركم وتحميلها على صفحتنا الخاصة، صفحة المستكشف الصغير على الفيسبوك. تستطيعون أن تحملوا الصور، وأيضا تستطيعون إذا كانت لديكم فيديوهات تثبت مواهبكم تستطيعون أيضا أن تحملوها على صفحتنا أصدقائي. ميس 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 ميس. نعم. ميس. نعم. سأذهب لأجهز بيصاتي لتأتي معي اليوم أرجوك. أأتي معك لماذا؟ لتحل الواجب معي. إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء سندباد، سأحاول. أما أنتم أصدقائي وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم جدا في وقتكم. أما الآن حان وقت حل الواجبات والعودة للدروس. إلى اللقاء.